ايه ده يا حسام؟ دي ارقام مبالغ اتحولت لحساب مدام ليلى عبد السميع مرات الدكتور علي الله يرحمه اللي انتحر وقتل عيلته كلها؟ مظبوط سعادتك، بس طبعا هتلاقي التحويلات دي كلها قبل ما تحصل الحادثه. بعد اذن سعادتك. لكن التحويلات دي من غير ترتيب. ده صحيح، بس حضرتك لو رجعت التواريخ هتلاقي ان التحويلات دي بدات من 10 سنين ووقفت قبل ما تحصل الحادثه بسنه بالظبط. الفلوس دي كلها مصدرها ايه بالظبط؟ شركه اسباني نشاطها الاساسي النقل والشحن في الثمانينات. ما لهمش مكتب مباشر، انما كان في شركات سياحه كتير بتشتغل معاهم. الميزه بقى ان الرحلات الخارجيه من مصر قلت، وده لان السياحه قلت بشكل عام. يعني الشركات انحصرت قدامك؟ ايوه يا فندم. مفيش غير 5 شركات بس هم اللي بيشتغلوا معاها بانتظام، هم دول. أنا مش فاهم الرابطة اللي أنت عاوز توصلها دي يا حسام. يا فندم الموضوع بمنتهى البساطة، مرات الدكتور علي اتحول لها فلوس من شركة سياحة على الورق، والشركة دي ليها شغل هنا في مصر. فهي حاجة من اتنين، يا إلا مرات الدكتور علي بتشتغل في السياحة من الباطن، وده حسب معلوماتنا ما حصلش، يا إلا صاحب الشركة هنا في مصر عايز يرشي مرات الدكتور. أو يرشي الدكتور نفسه عن طريق مراته. مظبوط سعادتك. بس يرشيه ليه؟ مش معقول يدفع له كل الفلوس ديت عشان التقرير. يا فندم الحساب عند سعادتك، الفلوس دي كلها اتحولت بعد الحادثة بتاعت حسن وسارة. يا فندم نبيل رشدي اعترف إن هو كان موجود في الشاليه ليلة الحادثة، وقال إن حسن كان مغمى عليه وسارة ما كانتش موجودة، وفي شهود كتير جدا أكدوا إن سارة كانت على علاقة بواحد تاني غير حسن. وشادي رستم أكد نفس المعلومة، وقال إن في حد عدى عليها بعد ما اتصل بيها عنده. وشادي هو مات، والدكتور مات، واللي سرق كمان التقرير مات يا فندم. أنت عارف اللي أنت بتفكر فيه ده يا حسام ممكن يوصلنا لإيه؟ إن حسن مظهر اتسجن ظلم في قتل مراته. عارف يا فندم. عارف يا فندم؟ ودي يعني حاجة بسيطة سهلة؟ والله يا فندم إحنا ما عندناش غير ضميرنا هو اللي يقول لنا نعمل إيه؟ وبعدين حقيقة زي دي هتفتح علينا باب أسئلة كتير، وهتفتح علينا تهم إحنا اللي هنشيلها. إحنا كإيه بالظبط يا فندم؟ إحنا جهة التحقيق. يا حسام الشارع دلوقتي بيصطاد في المية العكرة يا فندم، وده سبب يخلينا إن إحنا ندور على الحقيقة عشان نثبت للناس كلها إن إحنا بنشتغل ليل نهار عشان نظهر الحق أيا كان مين طرفه. يا سيادة اللواء، إحنا مش مكتوب علينا إن إحنا نفضل ندافع عن أخطاء غيرنا، لكن مكتوب علينا إن إحنا نصلح الغلط حتى لو كان مننا. انت عاوز تفتح قضية حسن مظهر من تاني؟ بأدلة جديدة يا فندم. ومعاك الأدلة؟ نوصل لمكان نبيل رشدي وكل حاجة هتبقى تحت ايدنا. وزعت نشرة بأوصافه واسمه؟ هيظهر يا فندم ما تقلقش. اللي زي نبيل رشدي ده ما يستحملش يفضل مستخبي كتير.